السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا؟ كلشي مزيان؟ كلشي يعني كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم في قناتي وقناتكم كوثر إيطاليا بلوك. المهم البنات، ما نديرش على الصوت ديالي، راني شوية مازال الحمد لله مازال شوية عيانة، عزكم الله، غير مازال لي في بلوكي. ما الحمد لله ما بقاش من راسي حرقني ولا شي حاجه، الحمد لله الله يجيب الشفاء. كي كتشوفوا هنا البنات، قابطه بكم الطريق وغادي واحد البلاصه، واخا عيانه قلت والله ما نفلت هاد المنظر ولا هاد البليصه هادي اللي غنمشي لها، ما نفلتهاش. ضروري خصني ندير هاد الفيديو باي طريقه ونقدمه للمشاركين ديالي اللي كيشجعوني وكيتفرجوا في الفيديوهات ديالي. وكنتمنى ما تنساوش الاشتراك في القناه وتخليوا لي جيم، واخا غير كومنتير واخا غير كلمه واحده، يلا باش نتعرفوا على هاد البلاصه هادي اللي دياكم ليها. خليكم في الاخر الفيديو، والله ما عتندموا، تفرجوا حتى الاخير والله ما عتندموا. واحد البلاصه رائعه جدا جدا، وهانتوما معايا. واخيرا وصلنا لهاد البلاصه الرائعه، البلاصه اللي كتحمق. هاد البلاصه شوفوا، واخا نعيا ما نوصف فيها، واخا نعيا ما نجمل فيها، واخا نعيا ما نقول لكم راها واو، ولكن الا ما جيتوهاش وما شفتوهاش بعينكم راه تقولوا كيف والو. هاد البلاصه هادي راني كتجي لها راه نفسك كتفتح، راه كتنسي العالم باسريه، كتبقاي عايشة غير مع هاد الطبيعة ومع هاد الأشجار، اللي كل شجرة كتنسيك في شجرة، يعني كل شجرة ولونها وكل شجرة وديكورها، سبحان الله عاطيها ربي واحد الجمال. هاد البلاصة رائعة جدا جدا. شتو هاد البلاصة هادي؟ راها في الصيف راها ما كتلقاش فين توقفي الطوموبيلة ديالك، راه كيما كتلقايش، خاصك تعايني النوبة وباش تخلي طوموبيلتك وما كتلقايش، راه ما كاينش اللي كيجي وكيمشي، راه كيجي من الصباح حتى كيمشي في الليل ولا كيجلس تم ولا، مهم ما غتلقايش بلاصتك الا مشيتيش بكري، ما غتلقايش بلاصتك. كيكون هنايا تبارك الله الناس، وهاد الجهه هادي اللي انا دابا واقفه فيها راه ما مخصصش للعومان، يعني الناس اللي ترانكول اللي باغيين ترونكيل يرتاحوا الهدوء كيجلسوا في هاد البلاصه هادي. كاينه بلاصه اخرى كنقول لكم الجهه اللي قدامي كتمشي واحد القنطره ان شاء الله، دابا يجي الصيف ان شاء الله ونوريكم كيفاش كنمشيو لديك البلاصه الثانيه. الا ما بغيتيش تمشي بالطوموبيل تقدر تمشي انت ووليداتك على رجليك، مهم مسرحي الطريق هنايا وقادي الامور، يعني ما تعذبيش. كانت عندك البيكالا يمكن لك تدوري بالبيكالا، ما عندكش البيكالا كدوري برجليك. كاينه ديك الجهه ديال العومان ولا الجهه ديال التبحر كتمشي بالجهه اللي من هي مور داك القصب اللي قدامي، هذاك راه كله صبا البنات.
هاد البحيره مغطيه بالقصب، وداك القصب فيه الطيور، الاشكال والانواع ديال الطيور، فيها منهم هاد البط، فيهم منهم داك الغراب، منهم بزاف بزاف ديال الطيور اللي عايشين في داك القصب. اللي لما بغيتوا هاد المعلومات هادي دخلوا لجوجل وقلبوا على هاد البلاصه هادي، وتعطيكم بالتفاصيل شنو فيها هاد البحيره وعلاش كتحتوي ومين جايه وكل شيء فيها يعني بالتفاصيل. انا اللي كنعرف عليها بانها هاد اللاغو هادو هاد اللاغو هذا الطول ديالو كيوصل 2250 الطول ديالو، والعرض ديالو كيوصل من 400 متر حتى ل 800 متر. علاش؟ على حسب يعني على حسب الجبل اللي داخلين فيه. مره كي العرض ديالو كيرجع 400، ومره كيدوبل ديك 400 وكترجع 800 متر ديال عفوا ديال العرض. وفيه 40 متر ديال الغرق، يعني الغرق ديالو 40 متر. قبل 50 سنة هذه كان داك كانت البحيرة هذه كانت كتجمد، بأنها ما كانتش كتحرك بزاف، كانت كتحرك قليل. قبل 50 سنة كانت كتجمد هاد البحيرة، ماشي كتجمد كاملة، غير السطح ديالها كان كيتجمد. دابا مع دخلوا فيها بزاف ديال يعني دخلوا فيها السد، كيهرق في البحار، يعني التكنولوجيا تطورت فيه، ما بقاش كيجمد، دائما كيتحرك. علاش؟ بحيث ولا كيتسرب ولا كيدور. المهم هاد البحيره كتحتوي على مصيف رائع جدا جدا جدا. انا ملي كان وليداتي صغار كنت كنجي لهاد البلاصه هادي بالضبط، فهاد الحجيرات راه كيكون فين ديك البطه، كيكون تما اللاغو، ما كيكونش وصلت لهاد الدرجه هنا، بان دابا راه طالع، كيكون تما، ولكن تما الرمله، دايرين الرمله وقادين يعني الديالة بغيتي تعومي تما. كنت كنزيد تحت الشجره، كان وليداتي صغيورين. دابا ولادي كبروا، بداو كيعوموا، بداو كيعرفوا خصهم يعوموا، خصهم اتساع، ولات كديهم ديك البلاصه اللي مخصصه ديال العومان. هاد البلاصه هادي كيجيو لها الناس اللي باغيين هكا ترونكيل، باغيين غير يرتاحوا، يجلسوا، ما يعوموا، ما والو، بحال الناس كبارين. والناس اللي ما عندهمش وليداتهم كيجلسوا في هاد البلاصه هادي، وجلسوا في معجبهم. غير المهم هما هكا دايرين هاد الناس هنا، كلش عندهم منظم، يعني واخا الدوله ما منظماش، يعني ها فيش جلسي ها ما فيش جلسي، هما كيتنظموا. بلاصه الوليدات راهو بلاصه الوليدات، بلاصه الكبار راها بلاصه الكبار، سالينا ماشي بحالنا. المهم هاد اللاغو هادو، قلت لك هاد اللاغو هذا معمل مع هادو، مع هاد اللاغو اللي غزال وفن، يمكن لك مخصين باش تمشي على رجيلاتك، ولا مخصين بالبيكالا كي قلت لكم قبيلات، يعني اللي كتعزيز عليها الرياضه، عزيز عليها المشي، تمشي، عزيز عليها العومان، تعوم. يمكن لك ديري مخيم وتجلسي تما شحال ما عجبك، ما كاينش اللي يقول لك شنو كاين، بحيث هاد البلاصه كتوفر على اوتيل، كتوفر على مراحيض، كتوفر على اللي كيبغيها هكا. مع شحال نقول لكم، اللي كيبغي يعني يدير واحد الرحله هو وليداتو، سواء بالطوموبيل ديال ديك سيكياما، ديال الطوموبيل اللي كتكون فيها الدار، ولا ما عرفتش سميتها بالطليانيه، ماكينه دي كاميرا ونص، ما عارفه شنو سميتها بالطليانيه. يمكن لك اذا كانت عندك هذيك تجيب هذيك، طوموبيلتك واخا هاديه، المهم ديرها خيمه وتجلسي مكانش اللي يهضر معاك، مخصص البلايص اللي فيهم هاد التخييم. يعني واحد البحيره رائعه جدا 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 صراحه. انا كنجي لها في الصيف بزاف بزاف، وكتوفر على اليوم الاحد، كتوفر على واحد السوق اللي كيجيو فيه يعني الناس كيبيعوا كل الحوايج، مسائل ديال مسائل ديال العمان، وكاين واحد الفلوكه الا بغيتي تكريهم وتدخلي وهكا برجليك، يعني فلوكه برجليك، بغيتي فلوكه ديالك، المهم اللي عجبك. المهم هذا اللاغو هذا متوفر لاي حاجه بغيتيها. هادي واحد القهوة دايرينها تما، باش هاكا يعني اللي جا تما سائح ولا يجي يشوف داك المنظر الرائع، ياكل هاكا جيلاطو، ولا يشرب قهيوة، ولا ياخد عصير، ولا ياخد جميع المشروبات موجودين تما، اللي بغا شي حاجة ياخدها. جات القهوة هاكا قدام داك اللاغو، انت كتشرب قهوتك كتستمتعي،
عرفتي كتستمتعي، كتستمتعي بالقهوة ديالك وكتشربيها وكتحسي بيها بواحد الراحة، بواحد الطعم، بواحد المنظر الرائع اللي الله سبحانه وتعالى عطيه واحد الجمال ما شاء الله ما شاء الله، صراحة الدنيا غزالة. ومازال في كتزيان يا البنات، ومازال في كتخضار، ومازال في كتزيد تعطي الجمالية ديالها. دابا راه مازال شوية البرد، ومازال شوية الغيام، ومازال الربيع ما خداش حقه من الشمس باش ينتعش بديك الشميشة ويتفرقع داك الربيع ويطلع يعني يطلع بالحيوية ديالو. هنا يا البنات انا ضربت الدور على ديك الكافي، ما كاين حتى شي واحد، كاينه مولات القهوه وصافي، كاينه ديك مولات الكافي تما هي والزوج ديالها، واذا كتكون هكا الدنيا الدنيا هكا خاويه يعني ما كيديروش القيود بزاف، لا ما تمشيش تام ولا يعني كيخليو الانسان يدور على راحته. هي ديك شربت معاهم انا قهيوه ونط هكا كندور تما، بحيث هادشي راه ممنوع حنايا الدوري، ممنوع نهائيا فوق وقت ملي كتكون وقت يعني وقت الفاكونس وقت العطل، ممنوع الدوري في ديك البلاصه الا كنتي عتكري ما عندهم ديك الفلوكه يمكن لك الدوري كيما عجبك، ما عدوريش الفلو ما عدوريش زعما ما تاخذي لا فلوكه لا والو، ممنوع تهبطي دماغي. انا دابا ما كاين حتى شي واحد والدنيا خاويه يعني خلوني على راحتي ماشي مشكل. كي كتشوفوا هنايا وليداتي كياكلوا جيلاتو ديالهم وانا دغيا شربت قهيوه كي قلت لكم قبيله ونط صافي، وهكا ولينا كندورو. قلت لها واش ما كتكريوش دوك الباطويات دابا؟ قالت لي لا دابا ما يعني مازال ما مستعدينش، بنتي راه اجي وركبوا سير، لا داكشي كيكون قانوني يعني لا وقعت لك شي حاجه الله يستر، يكون هو زعما تحملي المسؤوليه. قالت لي لا دابا مازال موفرينش مازال ما موفرينش كنقول لكم اسعافات زعما، ومهم خصهم يبريبيراو مزيان عادي ينطلقوا ولا شي حاجه. وهجرت قالت لي راني عاد قالت لي راني عاد غرست هاد الوريدات، قالت لي مازالين زعما مازالين ما عطاوش الحق ديالهم باش ينتعشوا، قالت لي عاد صوبتهم البارح بو. قلت لها زوينين، قالت لي المهم قالت لي مع الشميشه وهذا عاد يزيان هاد الشيء وعاد يتقعدت. هكا دوزنا واحد النهار زويون في هاد البلاصه الصراحه الرائعه جدا جدا جدا، وكنتمنى تنتوما يكون يعجبكم هاد البلاصه هادي، وطولت عليكم بالهضره وهاد الصوت عندي غير قبلوا عليا البنات والله غير ما بغيتش فلت هاد المشهد الرائع، وان شاء الله بحول الله لا خلانا ربي الرحمن الرحيم حيين ندير لكم شي فيديو هنا مطرطق شي فلوغ يكون احسن من هذا. دابا البنات راني غير عيانه شويه وبغيت نوريكم هاد المناظر الجميله جدا جدا جدا، وكنتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتنساوش تعملوا الاشتراك وخليوا لي لايك وشي كومونتير، وهانتوما مازالين مع الفيديو. اجي اجي في غادي ناجي. لكم هاد البلاصه هادي بالضبط، هذاك راه كنقول لكم هذوك واحد بلاصه كنقول لكم ليه، المهم واحد البلاصه ديال الطواليطات هذيك، وهادو الارشادات ديال اللاغو والمعلومات ديال هاد البحيره كامله كتلقاوها في هاد البلاصه هادي. يعني اي حاجه
اللي قلبتو عليها كتلقاو المعلومات ديالها كاملين لهاد دي الليسته هادي، يعني جميع لهاد لاغو علاش كيحتوي، شنو هما المخاطر ديالو، شنو هي الطريق، شنو المهم، اي حاجه كتحتوي على هاد المعلومات هنا كيكونوا هنايا. وهنايا كاع المعلومات ديال البحيره كيكونوا في هاد اللافتات هادو بجوج، اللي كيرشدوك على الطريق، اللي كيرشدوك على البلايص اللي خصك تصيدي فيهم، مثلا تعومي فيهم، اي حاجه يعني عندك مخاطر، مثلا هنا راه كاين خطر، هنا ما كاينش خطر، ها في خصك تمشي، ها في خصك تجلسي، ها في خصك تعومي، ها في خصك تشوي باش تاكلي، ها فين تباتي، ها فين بلاصه البانيو ولا بلاصه الحمام. هذاك اللي مشيت قبيله هذاك هو الحمام، كاين مخصص للنساء ومخصص للرجال ومخصص للمعوقين والاطفال. غير بلاصه الاطفال كتلقاي فيه واحد هذاك البيت، راه هذاك هو اللي فيه حمام مخصص للناس المعوقين والناس العاديين يعني رجال ونساء. وكان واحد بلايصه تما ديال الاطفال اللي كتحتوي على واحد البانيو صغير، ومعاه فيه كتبدلي لهم مثلا ليكوش ولا شي حاجه هكا ديالهم. وهذا واحد البلاصه ديال الطريق، كيوريكم الطريق اش كتحتوي، واحد البلاصه كان ديال الطيور، حتى هي كتدخلي ديك البلاصه وكتشوفي جميع الطيور في واحد البلاصه اللي كتكون بحال شكل ديال واحد هكا بحال شي دار، ماشي دار، مهم كوخ، بحال كوخ وفيه بزاف ديال الانواع ديال الطيور، كتكتشفي الطيور على المعلومات ديالهم. وهاد البارك هذا ماشي بارك، هاد اللاغو، هاد البلاصه هادي مخصصه اللي كيجيو هكا عائلات هكا، وراه نزل شويه ديال البرد والجو مغيم هكا، لقينا واحد تقريبا 3 العائلات ولا 2 العائلات لقيناهم كيشويو هكا وكياكلو. يمكن لك تجيبي الشوا ديالك، الماكله ديالك، وطيبي تم وتقيلي نهار كامل جالسه. وهاد البلاصه هي كانوا كي تاد البلاصه مخصصه حتى هي للعومان، كياكلوا ويجيو هنا يعوموا ويرجعوا. غير هي ماشي بحال البحر، عاوتاني البحر ديالو، الشمس ديالو، الصهد ديالو بوحدو، وهذا يعني واخا تمشي للبحر والو، تجي هاد البلاصه انا يعني ماشي نقولي مشيت للبحر صافي، ولا جيت هاد البلاصه ما تمشيش للبحر، لا كلها والطعم ديالو. تعرفي ملي كتجلسي تحت الاشجار في الصيف، ملي كتجلسي تحت الاشجار وهاد الخضور، عرفتي دابا انا قلت لكم دابا انا الكاميرا ما كتعطيش الحق للبلاصه، راه ما كتعطيهاش، حيت راه الدنيا راه كتحمق. انا صراحه والله الا عيانه وما سخيتش، وصراحه ملي موالفه كنهبط لهنا كنهبط ماكلتي وكنقي النهار كامل، يعني كنهبط فطوري غدايا كسكروت ديالي وكنقي انا وليداتي هنايا، ما كانش كيقول لاش كديرو ولا حتى شي حاجه. هذيك البلاصه راها فين داك الشجر ودوك الديور، هذيك هي البلاصه المخصصه للعومان اللي يمكن لك يعني تاخذي الشمس، حمام الشمس، وتجبدي في الشميشه، يعني تما ما كاينش اشجار بزاف، يمكن لك ديري المظل ديالك ولا ما تاخدي الشمس هكاك بلا مظل حتى شي حاجه. هاد البلاصه هادي عاوتاني مخصصه لبلاصه الاكل، تجيبي ماكلتك وتجلسي وديري خيمه، ديري زور، ديري اللي عجبك، شوي طيبي، ديري اللي بغيتي، ما كاينش اللي يهضر معاك نهائيا، ما كاين لا خلاص لا باركيتو تخلصي عليه ولا بلاصه تخلصي عليها ولا حتى شي حاجه، كلشي فابور فهاد البلاصه، ما خطا، جيبي ماكلتك وجلسي في ما عجبك. I don't wanna.
ايوا يا البنات، هاد اللاجون اللي وريتكم له، هاد البحيرة راه غير طريف منها، عرفتوا شنو هي طريف منها؟ راه غير طريف منها. وريتكم ما وريتكمش كل شيء، اللي ما وريتكمش يعني هاد البلاصة راها كبيرة تبارك الله، صالحة اللي عندهم العائلات وصالحة اللي عندهم الوليدات، يعني يجي والوليدات كيفرحوا بزاف وكينقزوا وعندو فين يلعبوا بكل حرية، بكل حرية يعني. البارك عاوتاني كاين مجهز من اي حاجة، اللعاب يعني لعبي وليداتك وكل شيء بالمجان. بعض المرات كيكون واحد ديك اللعبه اللي كيكونوا كينفخوها بحال شكل ديك اللي كتنفخ كبيره اللي كيطلعوا بها الوليدات يزلقوا، هذيك هي اللي كتكون الوحيده بالخلاص. اما الباقي كل شيء كيكون ريغا، يعني كل شيء كيكون بلا خلاص، كل شيء يعني فابور. المهم البنات، هنا كيسالي الفيديو ديالي، وان شاء الله الفيديوهات القادمه وجاي الصيف ان شاء الله بحول الله وبقينا على الحياه، نوريكم جهات اخرين واشكال اخرى وطبيعه اخرى ومنظر اخر. وريتكم دابا غير جزء من نور، كان الجو مغيم، غير حنا تحركنا والشتا طاحت. هاد البلاصه هادي دائما فيها الغيام ودائما فيها الشتا طبعة الحال، ولكن انا قلت لكم في الصيف، في الصيف والله البنات لا قديتو تدخلوا للماء، كيكون كيقطع الرجلين ما تقدوش يعني. واخا الصيف شهر 7 شهر 8 المهم كيكون الحرارة، هو راه الصهد، راه الموت الصهد، ولكن كتدخلي الماء بارد. انا الصراحة ما عمري دخلت للماء، الصراحة كندخل كيجيني بارد وكنحس برجليا كيتقطعوا، ما كنقدرش، كيجيني بارد بزاف. والوليدات كيعجبهم الحال وكيلعبوا يا اختي، ما عرفتش. المهم دابا غنخليكم، والى اللقاء وفيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى ما يكونش هذا الفيديو طويل عليكم، وقال راه طويل، راه طويل البنات. طولت عليكم هذه المره، وقبلوا على الصوت ديالي، وكي كتشوفوا هانتوما مازال الارشادات وكل شيء، كل شيء متوفر في هذا البارك ولا في هذا اللاجو اللي غزال غزال غزال. كنصح به البنات اللي ساكنين في شمال ايطاليا، زوروا هذه البحيره راها رائعه، راها دوزوا حتى الفاكوس ديالكم هنايا، راه رائع، راه قريب لكل شيء، راه قريب للسبيطار، قريب للميركاتويات، قريب لليغوسيات، قريب للمدينه، قريب لكل شيء. هاد البحيره راها رائعه 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 جدا جدا جدا. هاد البحيره سميتها لاغو دي غافاتسو، لاغو دي غافاتسو، راها رائعه جدا 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 البنات. خليتكم على خير، والى اللقاء، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام. My heart up when the rest of me is down.